عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنراجع مادة الدراسات الاجتماعية للصف السادس الابتدائي. القسم الأول اللي ببتدي بيه دايماً هو قسم الجغرافيا. السؤال الأول بيقول لي أكمل العبارات الآتية بالكلمة المناسبة لي. تقوم الزراعة بالساحل الشمالي على مياه نقط. طبعاً إحنا قسمنا المناطق اللي بتزرع على حسب مصدر المية، يا إما في زراعة مروية يا إما زراعة مطرية. المطرية دي بتقوم على مياه الأمطار. الزراعة في الساحل الشمالي بتقوم على مياه الأمطار الشتوية. اتنين، من المحاصيل المنتجة للسكر، المحاصيل المنتجة للسكر قصب سكر وكمان البنجر. ثلاثة، يجب بناء المصانع بعيدا عن المناطق السكنية. لما نيجي نبني مصنع يبقى بعيد عن المناطق اللي فيها سكان. أربعة، من نظم الري الحديثة، نظم الري الحديثة يا إما الري بالرش يا إما الري بالتنقيط. ده غير الوسائل التقليدية القديمة اللي كانت الري الدائم اللي كان بيدهور الأرض الزراعية، بيؤدي إلى تدهور الأراضي الزراعية. رقم خمسة، تم تصنيف الصناعات على حسب، صنفناها على حسب درجة تطورها. ابتدت الأول من يدوية وبعد كده بقت صناعة بسيطة وبعد كده صناعة حديثة. يبقى تم تصنيف الصناعات على حسب نقط، على حسب درجة التطور بتاعتهم. ده بما تفسر، معظم سكان البيئة الزراعية بيعملون بالنشاط الزراعي. لما دي يقول لي معظم سكان بيئة بيشتغلوا في مجال معين ليه، هقول له بسبب توافر المقومات اللي بتساعد على وجود هذا النشاط. يعني لو فرضنا ليه سكان البيئة الصناعية معظمهم بيشتغلوا في الصناعة، هقول بسبب توافر مقومات الصناعة، سواء كان مقومات طبيعية أو مقومات بشرية. فما يجي يقول لي ليه سكان البيئة الزراعية بيعملون بالنشاط الزراعي، هقول له بسبب توافر مقومات الزراعة. عندهم تربة خصبة صالحة للزراعة، عندهم مصادر المية العذبة سواء كان نهر النيل أو فرع دمياط ورشيد ومجموعة من الترع اللي بتوصل المية للأراضي البعيدة، وعندي كمان توافر وسائل النقل. بما تفسر تنوع الأنشطة الاقتصادية في البيئة الزراعية. النشاط الاقتصادي يعني العمل الذي يقوم به الإنسان. لما يجي نخبط على البيئة الزراعية كده ونشوف أهلها بيشتغلوا في إيه، هلاقيهم أغلبهم أي نعم بيشتغلوا في مجال الزراعة بس عندهم أنشطة اقتصادية تانية. في جزء منهم هنلاقيه بيشتغل في الصناعة وجزء في السياحة وعند الصيد. يعني معنى كده عندهم تنوع في النشاط الاقتصادي، يعني العمل اللي بيقوم به أهل البيئة الزراعية. إيه السبب في التنوع ده؟ بسبب تنوع الموارد الطبيعية المتاحة. تمام؟ البيئة الزراعية سكانها بيشتغلوا في الزراعة لسه قايلين بسبب توافر المقومات بتاعة الزراعة. طب عندهم صناعة ليه؟ عندهم توافر للمواد الخام، عندهم صناعات بسيطة زي حفظ وتعليب الفاكهة والخضروات. بيشتغلوا في السياحة ليه؟ عندهم مناطق بتجذب السياح زي منطقة تل بسطة مثلا، منطقة أثرية موجودة في البيئة الزراعية. طب الصيد ليه؟ علشان عندهم نهر النيل وفرع دمياط ورشيد ممكن يقوموا بحرفة الصيد. رقم ثلاثة، قيام الدولة بإنشاء وزارة البيئة. بما تفسر؟ إيه اللي خلى الدولة تعمل وزارة مخصوص خاصة بالبيئة؟ ده علشان تصدر القوانين والتشريعات اللي تقدر تحافظ بيها على البيئة من التلوث. السؤال الثاني، دلل على صحة العبارات الآتية. السؤال ده احنا بنقف عنده كتير، المفروض نفهمه. دلل يعني اثبت ان الكلام اللي موجود قدامك ده صح، هات الادله. رقم واحد، توجد مشكلات تواجه الصناعه في مصر. لما اجي اتكلم عن الصناعه في مصر عندي مشكلات بتواجهها غير المشكلات اللي بتواجه البيئه الصناعيه. نفرق ما بين السؤالين، مشكلات بتواجه الصناعه دي حاجه، والمشكلات اللي بتواجه البيئه الصناعيه دي حاجه ثانيه. لما اجي اقول مشكلات بتواجه الصناعه في مصر، هقول اول حاجه ارتفاع التكلفه بتاعه الماده الخام ومستلزمات الانتاج زي الالات مثلا اللي انا محتاجاها عشان ادير المصنع بتاعي. رقم اثنين، التهرب الجمركي ده اثر على الصناعه. قال لك ان كمان رقم ثلاثه، مفيش مستثمرين بيحبوا يستثمروا الفلوس بتاعتهم في مجال الصناعه. كمان ارتفاع التكلفه بتاعه مصادر الطاقه، الكهرباء اللي هجيبها او مصادر الطاقه اللي هشغل بها المصنع بتاعي محتاجه تكلفه عاليه. قال لك كمان قله او نقص الكوادر الفنيه، ما عندكش فنيين يطلعوا منتج بجوده عاليه وفي نفس الوقت يكون سعرها قليل والجوده بتاعت المنتج بتاعك برضه قليله. يبقى عندك ست نقط بتواجه او مشكلات بتواجه الصناعه. طيب بسرعه كده، ايه المشكلات اللي بتواجه البيئه الصناعيه؟ البيئه الصناعيه عندك تلوث بيئي، تلوث هواء وميه،
عندك كمان من ضمن المشكلات اللي بتواجه البيئة الصناعية الاستنزاف بتاع الموارد اللي هي بتؤدي لإهدارها، دي مشكلات بتواجه البيئة الصناعية. طيب السؤال رقم 2 في دلل، تقوم الدولة بجهود لحل المشكلات التي تواجه البيئة الزراعية. برضو نفرق في السؤال ده ما بين المشكلات اللي بتواجه البيئة الزراعية والمشكلات اللي بتواجه سكان البيئة الزراعية. خلي بالكم من السؤالين، في مشكلات بتواجه البيئة الزراعية وفي مشكلات بتواجه سكان البيئة الزراعية. سريعا كده، سكان البيئة الزراعية بيواجهها مشكلات زي البطالة، زي الأمية، زي عدم توفر الرعاية الصحية، زي المشكلات اللي واجهت أهل النوبة، دي مشكلات واجهت السكان بتوع البيئة الزراعية. إنما المشكلات اللي بتواجه البيئة الزراعية، عندك تناقص مساحة الأراضي الزراعية، عندك تجريف التربة، عندك التلوث البيئي بسبب استخدام أو الإسراف في استخدام الأسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية، تمام؟ دي المشكلات اللي بتواجه البيئة الزراعية. طيب لما أجي أتكلم عن، وعندك كمان تلوث بيئي. طيب لما أجي أتكلم عن المشكلات اللي بتواجه البيئة الزراعية، بيقول لي قامت الدولة بجهود. يعني أقول الدولة عملت إيه عشان تواجه المشكلة دي؟ هقول له رقم واحد، إن الدولة سنت قوانين بتحرم البناء على الأرض الزراعية عشان تمنع تناقصها، وبرضه بتجرف اللي يبني أو يجرف على يجرف الأرض الزراعية. طيب الدولة عملت إيه كمان؟ الدولة بتشجع الفلاح إن هو يستخدم الأسمدة العضوية كبديل للأسمدة الكيماوية. الأسمدة العضوية هتبقى مش ملوثة للبيئة زي الأسمدة الكيماوية، وهتشجعه كمان على التوسع الأفقي والتوسع الرأسي. التوسع الأفقي والرأسي بيساعد على زيادة الإنتاج بتاع الأرض الزراعية، التوسع الرأسي بيزود إنتاج الفدان، إنما التوسع الأفقي بيزود مساحة الأرض الزراعية. كمان من ضمن الجهود اللي قامت بيها الدولة علشان تواجه المشكلات اللي بتواجه البيئة الزراعية، عندك الصرف الزراعي الزائد. يعني إيه الصرف الزراعي؟ أو استخدام طرق ري كانت تقليدية اللي هو الري الدائم، إن إحنا بنسيب المية مفتوحة جوه الأرض لفترة طويلة تؤدي إلى تدهور الأرض الزراعية. طب الدولة حلت المشكلة دي إزاي؟ إن هي تستخدم طرق ري حديثة، سواء كان الري بالرش أو الري بالتنقيط، وكمان تستخدم مصارف حديثة، المصرف ده اللي هيتم فيه صرف المية الزائدة عن احتياج الأرض الزراعية. يبقى دي جهود الدولة لحل المشكلات التي تواجه البيئة الزراعية. رقم ب، أمامك خريطة صماء لمصر، اكتب مدلول الأرقام الآتية. رقم واحد، بيشاور لي على ترعة، عندي ترعة دي في شرق الدلتا، يبقى ترعة الإسماعيلية. اتنين، قناطر، قناطر اللي بيشاور عليها في الخريطة هي قناطر أسيوط. رقم ثلاثة، بيشاور لي على منطقة زراعية، المنطقة الزراعية هنا هي الدلتا. أربعة، بحيرة، رقم أربعة اللي بيشاور عليها هي بحيرة ناصر. وبكده أكون خلصت القسم الأول وهو قسم الجغرافيا. هنشوف القسم الثاني من الدراسات الاجتماعية وهو قسم التاريخ. السؤال الأول، ضع علامة صح أمام العبارة أو كلمة صح أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الخاطئة مع التصويت. واحد، قام محمد علي بنفي عمر مكرم خارج البلاد. خارج البلاد يعني طلعه بره مصر خالص، العبارة دي هتبقى خطأ. ليه؟ لأن محمد علي نفى عمر مكرم إلى دمياط مش إلى خارج البلاد، يبقى العبارة دي خطأ والتصويت بتاعها هنقول إلى تم نفيه إلى دمياط. اثنين، انتهت معركة الريدانية بخضوع مصر للحكم العثماني، العبارة دي هتبقى تمام، هتبقى صح. ثلاثة، كان نظام الحكم العثماني في مصر كان عادلا، العبارة دي هتبقى هتبقى غلط، لأن نظام الحكم العثماني في مصر كان نظام مستبد. يعني مستبد يعني كان نظام ظالم، أرهق المصريين في حاجات كتير، وحصل تدور في كافة المجالات، وكان بيفرق ما بين الحاكم والمحكوم. رقم أربعة، حكم نابليون على ستة من مشايخ الأزهر بالإعدام، منهم الشيخ السادات. أيوه هي العبارة دي هتبقى غلط، هو حكم على ستة بس استثنى منهم الشيخ السادات لمكانته العلمية ومكانته عند المصريين، يبقى العبارة دي هتبقى خطأ، وبدل ما نقول منهم السادات هنقول باستثناء الشيخ السادات. خمسة، تولى الجنرال مينو قيادة الحملة
بعد مقتل كليبر العبارة دي هتبقى صحيحة، لأن مينو تولى قيادة الحملة بعد مقتل كليبر على يد واحد اسمه سليمان الحلبي. ب. ما النتائج المترتبة على الحملة الفرنسية على مصر من الناحية الحربية؟ خلي بالك في نتائج للحملة سواء كانت حربية أو سياسية أو علمية، هو بيحدد لي هنا النتائج الحربية. لما أجي أتكلم عن نتائج الحملة الفرنسية من الناحية الحربية هقول فشلت الحملة في تحقيق أهدافها الحربية. أول حاجة فشلت فيها إن هي تعمل مستعمرة فرنسية يكون مقرها أو مركزها مصر. رقم اثنين، فشلت إن هي تقطع طريق الاتصال ما بين إنجلترا ومستعمراتها اللي موجودة في الهند. رقم ثلاثة، من نتائجها الحربية إن هي أنهكت قوة المماليك أو استنفذت قوة المماليك وبينت ضعف المماليك. رقم اثنين، ما النتائج المترتبة على عقد اتفاقية العريش بين كليبر والدولة العثمانية؟ اتفاقية العريش اللي فيها كليبر اتفق مع الدولة العثمانية إن يتم رحيل الحملة بس بكامل معداتها وآلاتها وجنودها على نفقة الدولة العثمانية، يعني الأسطول العثماني ياخد الفرنسيين ويوصلهم لحد باب بيتهم فين؟ في فرنسا، وبكده هيتم جلاء الحملة. كلام ده سنة 1800. طيب النتيجة المترتبة على عقد الاتفاقية، فشل الاتفاقية. ايه سبب في فشل اتفاقية العريش؟ بسبب اعتراض الحكومة البريطانية ان يتم او على شروط او البنود اللي تم الاتفاق بين كليبر والدولة العثمانية فيها، وقالت لا، ان كليبر والجنود بتوع الحملة يسلموا نفسهم كأسرى حرب. النتيجة المترتبة على كده برضو ان كليبر رفض طلب الحكومة البريطانية وقام بمحاربة القوات العثمانية اللي كان سمح لها ان هي تيجي ناحية القاهرة بهدف التسليم وان هو يتم رحيله، رجع وحاربهم وتقهقروا الى بلاد الشام. يبقى النتيجة المترتبة على عقد الاتفاقية فشل اتفاقية العريش. رقم ثلاثة، ما النتائج المترتبة على ترحيل أمهر الصناع والحرفيين المصريين إلى الأستانة؟ النتيجة المترتبة على كده إن حصل تدهور في الحياة الفنية وكمان تأخرت الصناعة والحرف في مصر. السؤال الرابع، ألف، لمن تنسب الأعمال الآتية؟ تزعم مقاومة أهل الإسكندرية ضد الحملة الفرنسية. بيكلمني عن أهل الإسكندرية، ما ننساش الشخصية اللي تزعمت المقاومة اللي مات وأعدم رميا بالرصاص وهو محمد قريان. اثنين، تولى قيادة الحملة التي أرسلها محمد علي إلى بلاد الحجاز. من قائد الحملة؟ ابن محمد علي، كان اسمه إيه؟ طوسون. يبقى تولى قيادة الحملة التي أرسلها محمد علي إلى بلاد الحجاز هو طوسون. ثلاثة، تولى حكم مصر بفضل الزعامة الشعبية عام 1805. اللي كان ليه فضل في تولي حكم مصر بفضل من الزعامة الشعبية، شخصية اللي تولت الحكم بفضل الزعامة الشعبية هو محمد علي. أربعة، حطم الأسطول الفرنسي في موقعة أبي قير البحرية. قائد الأسطول الإنجليزي واللي حطم الأسطول الفرنسي كان اسمه نيلسون. خمسة، أمر بتدمير حي بولاق أثناء ثورة القاهرة الثانية. اللي دمر حي بولاق بعد ما حاصرهم فترة كبيرة بره حوالي شهر هو القائد الفرنسي كليبر. ب. ماذا يحدث إذا لم تخضع مصر للدولة العثمانية؟ لما كانتش مصر خضعت للدولة العثمانية لم تفقد مصر استقلالها ولم تتحول مصر إلى ولاية تابعة للدولة العثمانية. سؤال رقم اثنين، في ماذا يحدث إذا لم يتم اكتشاف طريق رأس رجاء الصلح؟ لو ما تمش اكتشاف الطريق ده ما كانتش هتتدهور أحوال دولة المماليك من الناحية الاقتصادية، وده هيأثر على قوتها العسكرية، كانش هيحصل عندها أزمات مالية. وبكده نكون رجعنا على القسم الثاني وهو قسم التاريخ.